أحاديث الفتن ما جاء عند أبي داود قوله عليه الصلاة والسلام: تدور راح الإسلام ل35 سنة أو ل36 أو ل37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قالوا: يا رسول الله، أمما بقي أم مما مضى؟ قال: مما مضى. معنى هذا الحديث على القول المشهور وعلى قول الأكثر: تدور رحى الإسلام، بمعنى أن الإسلام يكون في قوة وعزة من حين ما نطق بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل موته ب5 أو 6 سنين كما قال بعض العلماء. تدور رحى الإسلام كم سنة من بعد هذا التكلم؟ 35 أو 36 أو 37. فإن يهلكوا فسبيل من هلك، فإن يهلكوا بالتغيير والتبديل لشرع الله فهذا سبيل من هلك ممن كان قبلهم بهذا التغيير والتبديل، وإن يقم لهم دينهم بعدم التبديل والتغيير يقم لهم 70 عاما. قيل: يا رسول الله، أمما بقي أو مما مضى؟ يعني أيحسب من الماضي أم يحسب من 35 سنة؟ قال: بل مما مضى. وبعض العلماء يقول: لا، تدور رحى الإسلام المراد بها الحرب، لأن الرحى إذا ذكرت تدل على الحرب، فيكون المعنى لهذا الحديث على هذا القول: تدور رحى الإسلام، يعني يحصل قتال شديد ب35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وذلك بتركهم القتال، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما، وذلك بحصول القتال. لكن مما يرد عليهم من أن الرحى يراد منها الحرب إذا ذكرت كلمة الحرب معها، وهنا لم تأتي كلمة الحرب، بل في رواية قال: تزول رحى الإسلام، مما يدل على أنه في أول أمر في تمام، في عزة وفي تمكين.